واحده من الاخطاء المتكرره عند اخوه المدربين عمليه اسمها عمليه النسخ واللصق. يروح يكتب في جوجل اسم الدوره، دوره مهارات التسويق، يسوي بحث في بي بي تي، بيطلع له عرض ويقوم يرسل لنا. احنا نسوي نفس الشيء، اول ما تجينا مذكره حق نحطها قدامنا ونسوي عرض بحث بي بي تي، نلقى انه اخذها نسخ ولصق. نقول لها ما ينفع كذا، لازم تعد لنا ماده اصيله لهذا البرنامج. جيد؟ اذا المدرب ما دوره؟ المدرب دوره ان يعد الماده العلميه ويقوم بعمليه ارسال هذه الماده العلميه على شكل ملف بي دي اف، يرسله لمن؟ للاخصائي قبل البرنامج باسبوع. ليش؟ قبل البرنامج باسبوع عشان يتم المطابقه. هل البرنامج مطابق مع الاهداف ولا غير مطابق مع من؟ مع الاهداف، ويكون عندنا وقت كافي للطباعه، وقت كافي لمطالعه الانشطه والتمارين. اذا هذا المدرب دور. طيب بعد ذلك دخل المدرب الان عندنا في القاعه، تفضل اخي المدرب. المدرب الان موجود، المدرب معنا موجود، احنا الان تفضل هنا طال عمرك. هذا المدرب جالس يشرح. مين موجود الثالث؟ منسق. منسق تعال تفضل هنا. لاحظوا المنسق فين موجود؟ المنسق موجود في الخلف وعنده اجنده يلاحظ بها. ماذا نلاحظ؟ احنا عندنا هنا في فجوه، تذكر الفجوه؟ صاحبنا المدرب جالس يشرح. كل ما شرح المدرب جزء سيسال المدرب ماذا يقول له؟ ماذا تعلمنا؟ كم هذا السؤال؟ كل ما قال ماذا تعلمنا مع المفروض الفجوه ايش يحصل فيها؟ تقل، وبالتالي جالس يحصل عندي حاجه اسمها التقويم التكويني. ايش التقويم التكويني؟ هل احنا جالسين نتطور؟ هل جالسين نتطور؟ اللي يسال مدرب ماذا تعلمنا؟ بس اللي جالس يحسب هو من؟ هو المنسق، يشوف هل احنا فعلا جالسين نتطور؟ الكلام اللي جالس يرد عليه وفق الان الخطه. يعني كل ما سال الاستاذ يسال عن الوحدات المتفق عليها، ولا كل مره يسال عن وحدات جديده؟ لان هذا تكوين طبعا.